أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فسرها جماعة من السلف على أن فضل الله الذي أمرنا الله أن نفرح به هو هذا القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن القواعد المقررة في علم تدبر القرآن أن كل ما بعد كلمة الذي يسمى صلة الموصول، كل ما بعد كلمة الذي هذا دليل على أنه هو العلة، يعني هو السبب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني علة تفضيل شهر رمضان هو أن الله أنزل فيه القرآن. من الأعمال الصالحة التي تدل عليها هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، من الأعمال الصالحة أن يفرح الإنسان بالقرآن، هذا من الأعمال الصالحة، أن يفرح أن الله أنزل القرآن، وأن الله تكلم بالقرآن، وأن الله أعطانا القرآن، وأن الله شرف هذه الأمة به. مجرد هذا فرح، مجرد معرفة هذا والفرح به، هذا هو الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى لنا فيه في هذه الآية. الفائدة الثانية، هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذه الآية تدل على أن كل من لم يكن القرآن سلوة أحزانه فلا يوجد شيء يستحق الفرح، إذ أن ما عداه هو مما يجمعون. كل ما عدا القرآن من مظاهر الحياة الدنيا التي قد نفرح بها كلها داخلة تحت كلمة مما يجمعون، فيدخل فيها الأموال والأولاد ومظاهر الدنيا وأمور الدنيا بكاملها. بقي الشيء الوحيد الذي هو فضل ورحمة هو هذا القرآن. ولهذا نحن يا إخوة في هذا الشهر العظيم والفضيل مما نتقرب به إلى الله أننا نفرح أن عندنا شيء اسمه القرآن الكريم، نفرح به فرح. مظاهر هذا الفرح يدلنا على يقودنا إلى عدة أشياء. أول قضية من مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته هو تخصيص حمد الله، إذ أنه أنزل عليه القرآن. الله حمد نفسه المقدسة المسبحة سبحانه وتعالى، الله حمد نفسه وذكر سبب الحمد هو أنه أنزل القرآن. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. الله يحمد نفسه على أنه رحم هذه الأمة المحمدية فأنزل عليها القرآن. ومن آثار الفرح بالقرآن قراءته وتدبره وحفظه والقيام به وتأمل معانيه وجرده من أوله إلى آخره وإتقانه. سماع القرآن لذة وقراءته لذة. من الفرح بالقرآن يا إخوة أن القرآن ارتبط بالملائكة، تحب سماع القرآن وتتنزل من السماء لقارئ القرآن. وكلكم تعرفون حديث أسيد بن حضير في هذا الباب حينما كان يقرأ وكان نور من السماء ينزل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الملائكة تنزلت لقراءتك. هذا الحديث اللي في الصحيحين استنبط منه بعض أهل العلم أن الملائكة تحب سماع القرآن لأن الله لم ينزل عليها القرآن وأنزله على البشر، ولهذا الملائكة تحب سماعه، فأي تالئ للقرآن تتنزل عليه الملائكة. حتى أنه جاء في بعض الآثار والأثر فيه مقال أن هناك من الملائكة من لمحبته للقرآن أنه يضع فاه هذا الملك على فم صاحب القرآن إذا قرأ، حتى يقع القرآن من فم الرجل مباشرة إلى فم الملك مباشرة من محبة الملائكة للقرآن. قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الآية يستنبط منها أن جميع أنواع الشقاء علاجها هو في القرآن. الله سمى القرآن يا إخوة حتى أبين لكم حاجتنا الماسة جدا، حاجة هذه الأمة المباركة إلى كتاب ربها. الله سمى القرآن، سماه شفاء ما سماه دواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ومن أسرار هذا اللفظ ومن حكم هذا اللفظ أن أي إنسان يحتاج للقرآن، حتى المعافى، حتى التقي، النبي
على علو منزلته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغني عن آيات الله وعن قراءة كتاب الله، وهو من بلغ في منزلة النبوة، لأن القرآن شفاء. القرآن شفاء لأمراض القلوب، القرآن شفاء للأمة كاملة. ابن مسعود يتكلم عن القرآن فيقول أن الله جمع في القرآن هذا الكتاب الذي أعطانا الله إياه، هو شرفنا نحن هذه الأمة المحمدية، يقول إن الله جمع في هذا القرآن علم الأولين والآخرين، يعني من عهد آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه السنوات الطويلة بأيامها ولياليها زبدة ما فيها اختصار ما فيها أنزله الله في القرآن، والباقي ليس لنا فيه فائدة، ولهذا الله تركه من هذا التاريخ، ما اختار الله لنا في هذا التاريخ الطويل مما يفيدنا إلا ما ذكره الله لنا في القرآن، يعني أن الله أعطانا خلاصة تجارب تلك الأمة. ثم قال ابن مسعود وجمع الله علم الأولين والآخرين في الفاتحة، إن الله جمع علم الأولين والآخرين في القرآن، وجمع علم القرآن في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في آية إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فقه السلف في القرآن، آية واحدة يرون أنها هي قوام الدين. جاء هذا القرآن، جاء هذا الشهر العظيم، وأختم بهذه المعلومة وهذا من الفرح بالقرآن، من الفرح بالقرآن، جاء هذا الشهر ليربط المسلم، يجدد علاقة الإنسان المسلم بكتاب ربه، علاقة حفظ. لماذا البعض منا يا إخوة أزال من ذهنه حفظ القرآن مع أنها منزلة عالية؟ حتى أن هناك من بعض المحدثين من استنبط من حديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، استنبط منه أن الشخص الوحيد في الآخرة الذي تتوقف جميع أعمال الناس إلا هو، تتوقف جميع حسنات القرآن حسنات الناس إلا هو، هو الشخص حافظ القرآن، لأن الله يقول له اقرأ وارتقي، فهو الوحيد الذي الله يجزيه على حسناته في الآخرة. القرآن يا إخوة مع المؤمن في دنياه ومعه في آخرته. هذا الرجل الذي قيل له اقرأ وارتقي، لما تفتش في حال دنياه كان مرتبطا بالقرآن، ولهذا القرآن لم يتخلى عنه يوم القيامة فرفعه درجات. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمامة في الصحيح في صحيح مسلم، لما ذكر سورتي البقرة وآل عمران قال تأتيان كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبها، تدافع عنه، لأن القرآن لا يمكن أن يترك صاحبه. أبو بكر ابن عبد الله المزني من التابعين كان يقول من أراد خير الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. رجع الفضل إلى كتاب الله. ولهذا والله يا إخوة بين أيدينا كنز عظيم، وجاء هذا الشهر المبارك لأجل أن يرتبط الإنسان بهذا القرآن قراءة وتأملا وحفظا وتدبرا وفقها ومعرفة. صلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا من المسلمين عامة العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، والله أعلم، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.